مين اللي اختار لك اللوك النهارده؟ الستايلست العالمية أمنة شندويلي، ولكن هذه البدلة فكرتي واللي صممها هديل علي، واللي عاملة اللوجو دي مراتي غدا والي، فنانة عظيمة. بتقول بقى ايه للناس اللي بتقعد تنتقدك في الاطلالات بتاعتك ولبسك؟ ما بقولش حاجة، ان كل واحد حر في رأيه. بالعكس، انا بحب قوي الانتقاد ده، معناه ان في ناس يعني شايفه، وفي ناس وان انا الحمد لله موجود على الساحه يعني، فممكن ناس تعجبها وناس ما عجبهاش، ده الطبيعي بتاعي طول عمري يعني. عشان الواحد يبقى عنده ستايله الخاص بيه لازم ينتظر ان الناس تعجبها وناس ما تعجبهاش، فعادي خالص. لو ما كنتش فنان كنت هتشتغل ايه؟ طبال. اشمعنى؟ بلعب طبله طول عمري، بحب الطبله جدا. اوصف نفسك في 5 كلمات. شيكالاستيك، بومباستيك، فانتاستيك. ايه اكتر وقت بتبقى راضي فيه عن نفسك؟ ايه اكتر وقت بتبقى راضي فيه عن نفسك؟ لا عمري برضى بصراحه، انا لسه عايز اعمل حاجات كتيره جدا، ولسه بدري يعني، لسه بدري. لو خيروك بين حبيبك واعز صديق هتختار مين؟ بين ايه؟ حبيبتك واعز صديق هتختار مين؟ اختارهم هما الاثنين. مالكي بقى، انا اسيع منك. اخر مره عيطت امتى؟ ولا ما بتعيطش؟ بعيطش. ايه اكتر عربيه بتحبها؟ عربيتي. بنلنا فلتت مني. جالي في خيالي، في خيالي لخبطت كلامي، في كلامي دخل لي اسامي، في اسامي دي فلتت مني. فلتت ترتا، فلتت فلتت ترتا، فلتت فلتت ترتا، فلا 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 فلتت مني.